السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم في المحاضرة العاشرة بعنوان Managing Change أو إدارة التغيير. وإدارة التغيير من المفاهيم الحديثة في علم الإدارة ينبغي التطرق لها باعتبار أنه الشركات تعمل في بيئة ديناميكية متحركة وقابلة للتغيير نسبة العوامل الداخلية والخارجية التي تحيط بعمل الشركات. بالتالي يجب على الإدارة أن تعرف كيفية إدارة التغيير في أنظمتها أو في أقسامها المختلفة. في هذه المحاضرة سوف نتحدث عن عدد من المخرجات من أهم Definition of Managing Change أو تعريف إدارة التغيير. أيضا هنعرف What causes organizational change، ما هي الأسباب أو لماذا يعني توجد أسباب تنظيمية لعملية التغيير. أيضا resistance to change، مقاومة التغيير. و manager's role in organizational change، دور المدير في يعني التغيير التنظيمي. أيضا types of change، أنواع التغيير. وفي النهاية هنعرف في المخرج رقم 6 Managing Change and Invitation، إدارة التغيير والإبداع. إن شاء الله تكون محاضرة مفيدة وموفقة للجميع. بسم الله نبدأ. طيب The secret of change is to focus all your energy not on fighting the old but on building the new. وهذه مقولة مشهورة لسقراطس أو العالم سقراط، يعني هو فيلسوف الحقيقة، يعني قال سر التغيير هو التركيز كل طاقتك ليس في محاربة الأشياء القديمة، لكن السر هو التركيز على بناء الجديد. وهذه إشارة واضحة لأهمية التغيير في العمل الإداري. عموما يعني إدارة التغيير أو التغيير التنظيمي هو مصطلح يستعمل في مجالين، هما إدارة التغيير أو التغيير في المشاريع بصورة عامة. في المنظمات يعني في الحالة الراهنة بتحتاج إلى يعني تغيير يكون منضبط ومنهج أو تكون في شكل عملية تنظيمية تهدف إلى مساعدة أصحاب المصلحة لتبني التغييرات في بيئة الأعمال الخاصة بهم. أوكي؟ لأن التغيير بيعمل على معالجة التغيرات التي قد تحدث خلال عمل الشركة أو المشروع وكيفية مجابهة الظروف الغير متوقعة. طيب Managing Change is organizational or managerial discipline focused on. إدارة التغيير يعني هي نظام تنظيمي أو إداري يركز على جانبين. أولاً increasing the organization's ability to adapt، زيادة القدرة المنظمة على التكيف، and adopt new ways of going about business activities أو اعتماد طرق جديدة لممارسة الأنشطة التجارية. من خلال هذا التعريف يعني بنحصل انه إدارة التغيير هي ممكن تكون نظام تنظيمي او إداري يعني بالشابه، لكن عنده تركيز بركز على قدرة المنظمة على التكيف. والتكيف المقصود به هنا يعني مجاراة الشركة للتغييرات التي ممكن ان تحدث في بيئة الاعمال، سواء كانت البيئة الداخلية للشركة او البيئة الخارجية للشركة. او إدارة التغيير بتشمل اعتماد طرق جديدة، adopt new ways of going about business activities أو اعتماد طرق جديدة تستطيع الشركة من خلالها ممارسة أعمالها وأنشطتها بصورة يعني أفضل. What is change أو definition of change، تعريف التغيير. التغيير عنده تعريف كثيرة جدا لكن هنستعرض أهمها. يعني the definition of change a transition أو مرحلة انتقالية أو انتقال. التغيير هو انتقال من حالة إلى حالة أخرى. أيضا
change the process of going from one steady state to another. هو عملية الانتقال من حالة مستقرة إلى حالة أخرى. A change occurs when balance of our capabilities against our challenges in disruptible. التغيير يحدث عندما يختل توازن القدرات في مواجهة التحديات التي تطرأ على الشركة. والتغيير هو نعتبره منهج الاستفادة من البنى والأدوات الأساسية للتحكم على أي جهد في التغيير التنظيمي. الهدف طبعا من إدارة التغيير هو تحقيق أقصى قدر من المنافع للشركة والتقليل من آثار التغيير على العاملين وتجنب الانحرافات عن المسار. وبنلقى إنه التغيير يعني في العمل يؤثر بشكل مباشر على جميع الإدارات في الشركة من الموظف الصغير إلى أعلى مستويات الإدارة. فيعني مثلا أي تطور في التسويق مثلا يعني مثلا عبر وسائل الإعلام الاجتماعية أو استعمال تطبيقات الهاتف الذكية مثلا هذا نوع من أنواع التغيير بتفرض على الشركة بأكملها تعلم كيفية التعامل مع هذه التغييرات بشكل فعال. وعلى ضوء ذلك ممكن نعمم على إدارة الإنتاج وإدارة المالية وغيرها. إذن التغيير يحدث بسرعة في العالم المتنامي، يعني ملاحظ إنه اليوم في اختراعات كثيرة جدا وفي تطورات سريعة في العالم أكثر من أي وقت مضى. بالتالي لازم تتغير أساسيات استراتيجيات التغيير حتى تستطيع أن تنسجم مع الواقع المتغير. ويعني الشركات بتعمل على دمج يعني فروق العمل وتنظيم عملية التدريب وتعتمد على مقاييس الأداء وغيرها من النتائج المالية والكفاءة التشغيلية والقيادة واستراتيجيات المناسبة لنجاح التغيير. لازم تتوافق مع أهداف الشركة لتجنب الفشل وإيجاد حل مناسب لأي اضطرابات ممكن تحصل في المستقبل. طيب هذه لمحة عامة عن التغيير. نشوف الorganizational change. طيب أو managing change. definition of managing change أو التغيير التنظيمي. organizational change refers to the action which in which company or business alters a major component of its organization, such as its culture, the underlying technologies, or infrastructure it used to operate or its internal processes. التغيير التنظيمي هو الإجراءات التي تقوم بها الشركة أو عمل معين company or business. طبعا هنا الكلام مفتوح، يعني ممكن تكون شركة أو عمل خاص، شركة صغيرة، شركة كبيرة، عموما هو في النهاية عمل خاص. طيب هي إجراءات أو action أو فعل تقوم به شركة أو عمل خاص بتغيير مكون رئيسي في مؤسساتها مثل الثقافة الكلشة الثقافة التنظيمية أو البنية التحتية للشركة نفسها. كلمة بنية تحتية معناها المعدات والأدوات والمباني وغيرها، أوكي، التي تستخدمها للعمل أو في عملياتها الداخلية. تمام، هذا هو تعريف التغيير التنظيمي. مواصلة للorganizational change management is the method of leveraging change to bring about successful resolutions, and it typically includes three major phases. هي طريقة الاستفادة من التغيير للتوصل إلى حل ناجح. وعادة يعني التغيير التنظيمي يتضمن ثلاثة مراحل رئيسية، هي مرحلة التحضير والتطبيق والمتابعة preparation implementation and follow through. المتابعة ثلاثة مراحل أساسية، لازم تحضر أولا لعملية التغيير بعدها تطبق. كلمة تحضير هنا معناها تحدد ما الأشياء الواجب تنفيذها لعملية التغيير في هيكل الشركة أو عملياتها أو البنية التحتية أو غيرها أو ثقافة الشركة نفسها. طبعا هذا الكلام مفتوح وكل شركة بتعمل تغييرات حسب طبيعة نشاطها وحسب حوجتها لعملية التغيير. بعد التحضير بيجينا مرحلة التطبيق، أنا أطبق ما تم تحضيره، وبعدها بعمل عملية المتابعة في
أو متابعة عملية التغيير أو تطبيق عملية التغيير. طيب what causes organizational change؟ ما الذي يسبب التغيير التنظيمي؟ أسباب بتؤدي إلى عملية التغيير التنظيمي. Many factors make organizational change necessary. يعني في عديد من العوامل التي تجعل التغيير التنظيمي ضروري. Some of the most common faced by managers include من بين المشاكل الأكثر شيوعاً التي يواجهها المديرين ما يلي: new leadership، القيادة الجديدة، new leadership at the company or within departments، القيادة الجديدة في الشركة أو في الأقسام الداخلية. طيب المقصود بهذا الكلام إيش؟ عندما يعني يأتي مدير جديد للشركة أو قيادة جديدة للشركة أكيد بتبغى تعمل تغييرات، وإلا يعني ما كان في داعي أصل لتغيير المدراء أو القادة داخل الشركة. يعني مجلس الإدارة غير القيادة ليش؟ لأن هي لا ترغى إلى طموحات وأهداف واستراتيجيات الشركة. بالتالي عندما تأتي قيادات جديدة في الشركة أكيد حتعمل على تغيير الأنظمة وتغيير ثقافة الشركة بما يشمل أو بما يضمن عملية تحقيق الأهداف. أيضا يعني حتى ممكن على مستوى الأقسام within its department، يعني ما شرط التغيير يكون في كل القيادة في الشركة، لا ممكن يكون على المدير بس فقط. يعني مثلا عندنا 4 أقسام في الشركة، غيروا مثلا مدير إنتاج، جاء مدير إنتاج جديد حيعمل تغييرات داخل إدارة الإنتاج أو يعني تعديلات معينة. طيب السبب الثاني shift in the organizational team structure، التحولات في هيكل الفريق التنظيمي داخل الشركة أو فرق العمل. إذا كنت يعني مدير وتبغى تعمل تحولات في الفرق لازم تعمل عملية التغيير. طبعا ده يعني بيمثل تحدي كبير جدا للمدراء باعتبار أنه الفرق هذه تمت تحت يعني دراسات متعددة وتم تكوينها، ويعني يكون اشتغلت مع بعضها البعض ونفذت مشاريع كثيرة جدا، والتغيير ليس بالأمر السهل. أيضا من الأسباب المثل تحديات أو مشاكل أكثر شيوعا التي يواجهها المدراء في عملية التغيير هي تنفيذ التكنولوجيا الجديدة، زي implementation of new technology. يعني جبت تكنولوجيا جديدة داخل الشركة بتتطلب إجراء تغييرات كثيرة جدا، وهذا يعتبر تحدي. كلمة تكنولوجيا هنا يعني ما مقصود بها برمجيات فقط على الحاسب الآلي، التكنولوجيا هنا بتشمل حتى المعدات والآلات وغيرها. إذا عملت سيتب أو تغييرات في التكنولوجيا يعني بيكون في عدد من المشاكل التي يواجهها المدراء في تنفيذ هذا التغيير. أيضاً the adoption of new business models، يعني إذا تمت اعتماد نماذج من الأعمال الجديدة أو نماذج جديدة للأعمال داخل الشركة بتتطلب إجراء تغييرات داخل الهياكل التنظيمية وداخل البنية التحتية للشركة وداخل الثقافة التنظيمية للشركة نفسها، سواء بالحذف والإضافة أو يعني تعديل خطوط الإنتاج وتعديل الخطط وتعديل العمالة وأشياء كثيرة جدا. كل هذه أسباب تؤدي إلى عملية التغيير في الشركات. عموما يعني في أشياء مهمة جدا في عملية إدارة التغيير للشركات، لأنها هي تساعد في كل مرحلة على مستوى إدارتك للمنشأة، بتساعد في تحقيق الأهداف بنجاح، وذلك نظرا لأن الشركة قد تخضع لتغييرات مختلفة. يعني دائما يكون في تغييرات وفي أدابشن، ممكن تكون صغيرة هذه التغييرات وممكن تكون يعني تغييرات جذرية أو كبيرة. بالتالي يجب على الشركة التأكد من أن الموظفين على دراية كاملة بمسؤولياتهم الجديدة بعد إدخال عملية التغييرات في مكان العمل، ويتم تعزيز كفاءتهم طبعا عن طريق التدريب والتأكد من وضوح مسؤولياتهم، طبعا من خلال يعني وضوح الهيكل التنظيمي أو الجوب ديسكريبشن، ومن خلال تطبيق سياسة إدارة التغيير نفسها، بحيث يسمح برنامج التغيير المدار جيدا يعني للعمل الجديد بالازدهار من خلال التكيف مع
توجهات السوق الحالية والنمو نتيجة لذلك. طيب عرفنا يعني ما هي الأسباب التي تؤدي إلى التغيير التنظيمي وما هي المشاكل التي تواجه المدراء في عملية التغيير. نشوف types of change، أنواع التغيير نفسه، وعندنا ثلاثة أنواع أساسية، يعني the three most common types of organizational change include، عندنا ثلاثة أنواع من التغيير أكثر شيوعا، يعني عندنا developmental change والترانسيشنال تشينج والترانسفورميشنال تشينج، التغيير التنموي أو التطويري والتغيير الانتقالي والتغيير التحويلي. نشوف كل واحد فيهم مقصود به إيش. نمبر 1 الديفلوبمنتال تشينج، any organizational change that improves and optimizes of on principally established processes, strategies and producers. اي تغيير، التغيير التنموي او التغيير التطويري الديفلوبمنت، تنميه او تطوير، يعني هو اي تغيير تنظيمي يعمل على تحسين العمليات والاستراتيجيات والاجراءات المحدده مسبقا وتطويرها او عمل على تحسينها. عندنا كل شركه، نحن نتذكر في محاضره التخطيط عرفنا ما هي الخطط، الاستراتيجيات، الخطط والسياسات والإجراءات. إذا الشركة غيرت واحد من هذه الأشياء يعتبر هذا نوع من أنواع التغيير التنموي أو التطويري. إذا غيرت خططها أو سياساتها أو إجراءاتها، وعرفنا ما المقصود بالخطط والسياسات مثلا والإجراءات والاستراتيجيات، نقول الاستراتيجية كبيرة جدا، والسياسات كل شركة عندها سياسة خاصة بها، والإجراءات أيضا كل شركة تختلف في طريقة عمل إجراءاتها عن الشركة الثانية. هذا النوع يسمى يعني developmental change أو تغيير تنظيمي. نمبر 2 transitional change، change that moves an organization away from its current state to a new state in order to solve a problem such as mergers and acquisitions and automations. التغيير الانتقالي هو التغيير الذي ينقل الشركة أو المنظمة بعيدا عن حالتها الحالية إلى حالة جديدة، طبعا يعني من أجل حل مشكلة معينة مثل يعني دمج العمليات والاستحواذ والأتمتة، عملية الأوتوميشن أو إدخال الأتمتة أو إدخال الروبوت الآلي أو الماكينات للقيام بالعمل. إذن هذا يسمى تغيير انتقالي ترانزيشنال، تم تغيير كامل لأنظمة الشركة ومعداتها، وتنتقل الشركة من حالة إلى حالة أخرى. النوع الثالث هو transformational change، change that radically and fundamentally alters the culture, core value and operation. التغيير التحويلي هو التغيير الذي يغير في الثقافة والقيم الأساسية والعمليات بشكل جذري بالنسبة للشركة، بتغير القيم والعمليات نفسها، هذا يسمى تغيير تحويلي. إذن عندنا ثلاثة يعني أنواع أساسية من أنواع التغيير، وهي التغيير التنموي والتغيير الانتقالي والتغيير التحويلي زي ما شرحناهم في الجزئية السابقة. Why organization change؟ لماذا تتغير المنظمات أو الشركات؟ عندنا عدد من العوامل، منها العوامل الداخلية والعوامل الخارجية وعوامل من أجل الاستقرار. نشوفها external force for change، القوى الخارجية للتغيير. في قوى خارجية بتجبر الشركات أو المنظمات أو المنشآت بصورة عامة على إجراء عمليات تغيير في عملياتها وغيرها. من أهمها for example new technology، على سبيل المثال يعني التكنولوجيا الجديدة، ظهور تكنولوجيا جديدة في مجال عمل الشركة. طبعا التكنولوجيا تؤثر تأثير كبير جدا على نجاح الشركة من حيث كفاءة الإنتاج وفعالية الوصول إلى أهدافها، أيضا شكل المنتجات وجودة المنتجات، خصوصا إنه في السوق معك منافس، هذا المنافس غير تكنولوجيا
معينه لازم انت كمان يعني تغير في يعني معداتك والاتك وطرق ادائك للاعمال حتى تستطيع ان تواكب، لانه منتجك بيكون مختلف تماما عن المنتج الثاني. وفي شركات كثيره جدا طلعت من سوق العمل لانها ما كانت يعني عملت عمليات تغيير في التكنولوجيا. طيب ايضا عندنا فور اكزامبل بالنسبه للعوامل الخارجيه هي الجيوبوليتيكال انفايرمنت، البيئه الجيوسياسيه. البيئه السياسيه او الجيوسياسيه بتاثر تاثير كبير جدا، او هي من العوامل الخارجيه التي تجبر الشركات على التغيير، مثلا زي الحروب وزي المقاطعات السياسيه بين الدول وغيرها، او العقوبات التي تفرضها الدول على بعض الشركات انها ما تتعامل مع شركات في دول اخرى، يعني مثلا زي الحاصل بين امريكا وايران مثلا. كل هذه تغييرات جيوسياسيه تؤثر في عمليه التغيير. طيب وغيرها من الامثله، طبعا في امثله كثيره جدا، منها العوامل الطبيعيه زي الكوارث مثلا، الفيضانات والامطار والسيول والزلازل وغيرها. طيب القوى الخارجيه الانترنال فورسز فور تشينج، القوى الداخليه للتغيير، هي يعني مثلا اذا في يعني نيو تشيف اكزيكتيف اوفيسر او سي اي او، اذا جاء مثلا او تم تعيين رئيس تنفيذي جديد او المدير التنفيذي، اوكي هذا النوع من انواع التعيينات يؤدي الى عمليات تغيير واسعه جدا في الشركه. يعني اي رئيس تنفيذي جديد جاء هيعمل تغييرات داخل الشركه في الهياكل التنظيميه وفي طرق العمل او في التكنولوجيا او في الاشخاص نفسهم او في العمليات او غيرها، حسب طبعا ما يراه مناسب لتحقيق اهداف الشركه. ايضا الجروث سايكل او يعني دوره النمو، دوره نمو الشركه نفسها بتتطلب تغيير. يعني مثلا الشركه بدت بفرع صغير، حبت توسع هذا الفرع الصغير يبقى اكبر، حتحصل تغيير. اذا حبت تعمل افرع جديده في مناطق جديده حيحصل تغيير، اندمجت مع شركه ثانيه او استحوذت على منتج اخر ايضا حيحصل تغيير. طيب في قوى من اجل الاستقرار، فورس فور ستابيليتي، وهذه هي القوى يعني مهمه جدا، لازم تذال ثينك يعني افكر دو وي ريلي نيد، هل نحن كشركة الحقيقة نحتاج إلى هذا التغيير؟ What are likely returns economic others of this change؟ ما هي العوائد المحتملة منها، سواء يعني اقتصادية أو يعني مالية، العوائد المحتملة من هذا التغيير؟ هل أنا محتاج إلى تغيير يعني من أجل الاستقرار ولا لا؟ يجب أن يسأل مدير الشركة ومجلس الإدارة نفسهم هذا السؤال، وعلى ضوءها يتم يعني قرار عملية التغيير أو عدم. مواصلة لواي organization change، نشوف common example when change management is needed، نشوف أمثلة شائعة على عند الحاجة إلى إدارة التغيير. طيب with all the change happening in the business world, change management has become one of the most important business function. مع كل التغييرات التي تحدث في عالم الأعمال، أصبحت إدارة التغيير واحدة من أهم وظائف العمل في الشركات. يعني إدارة التغيير بقت مهمة جدا وتمارس، ما عندها قسم محدد، هي هو مفهوم الحقيقة. يعني لا يوجد قسم في الشركة اسمه قسم إدارة التغيير، لا، لكن هي مفهوم يتم تبنيه من قبل الإدارة العليا والإدارة الوسطى والإدارة الدنيا، أو الثلاثة مستويات إدارية في الشركة بتتبنى مفهوم إدارة التغيير حتى تستطيع أن تواكب من التطور الحاصل والانفجار التكنولوجي والمنافسة الشرسة في عالم اليوم. طيب some of the most common example when change management is necessary to successfully implement change within organization include، يعني عندنا هنا قليل من الأمثلة الأكثر شيوعا عندما تكون إدارة التغيير ضرورية لتنفيذ التغييرات بنجاح داخل الشركة.
تشمل ايش؟ implementation of new technology. طبعا شويه كده في تكرار في الكلام، لكن هنا في ترتيب بالنسبه للامثله ككل. implementation of new technology او يعني تنفيذ تقنيات جديده. merge and acquisitions، عمليات الاندماج والاستحواذ. الاندماج يعني شركتين تندمج مع بعضهم البعض، يعمل تضامن او اندماج. الاستحواذ هي شركه تستحوذ على شركه اخرى. في هذه الحاله يتم شراء شركه بالكامل من قبل شركه اخرى، بالتالي لازم يكون في عمليه تغيير. تشينج ليدرشيب، تغيير في القياده. تشينج ان اورجنايزيشنال كلتشر، تغيير في الثقافه التنظيميه. تايمز اوف كرايسيس، اوقات الازمات، زي ما ذكرنا قبل شويه كنت تحصل ازمات كثيره جدا اثناء يعني تنفيذ الاعمال او في الشركات، منها التغييرات الجيوسياسيه والكوارث مثل الزلازل والفيضانات وغيرها من الازمات او الكوارث او الكرايسيس. هذه يعني اكثر الامثله جيوعا لاهميه عمليه اداره التغيير او حوجه الشركات لاجراء تغييرات داخل الشركه. نخلص الى انه تتغير الشركات حتى تستطيع ان تتفاعل مع التطورات والمتغيرات التي تفرضها البيئه التي تعمل بها، كما تتغير المنظمات او الشركات حتى تواجه التقدم والتطور. من هنا ترى الشركات ان التغيير عمليه ضروريه وبدونها تنتهي حياتها. التغيير مطلوب بالنسبه للشركات لتطور منتجاتها وخدماتها حتى تستطيع العمل في ظل المنافسه. وعمليه التطوير هذه شرك وقعت فيه شركه نوكيا، لو بتتذكروا نوكيا في فتره من الفترات كانت مسيطره تماما على سوق الهاتف النقال او الجوالات، لكن ما قدرت تواكب ويعني او تغير في انظمتها وفي منتجاتها، وضغط عليها شركات ثانيه مثل سامسونج وابل وهواوي وغيرها من الشركات. مع انه ثاني يعني طلعت نوكيا وعملت جوالات جديده، لكن خلاص الصوره الذهنيه لدى المستهلكين تم استحواذ عليها من قبل شركات اخرى او شركات عالميه جديده، ويعني ثاني ما لقت حظها من الشهره مثل الاول. طيب Diagnosis of change أو تشخيص التغيير. طيب organizational models to assist where change are needed in an organization. نماذج تنظيمية لتقييم الأماكن التي تحتاج إلى تغيير في المنظمة. إحنا نبغى نعمل عملية تشخيص للتغيير. أوكي؟ طيب في أماكن أو في نماذج معينة ممكن نماذج تنظيمية بتحتاج الشركة أنه تقييم فيها هل هي محتاجة لتغيير أم لا. طيب من أهم هذه النماذج التنظيمية الاستراتيجية أو الاستراتيجيات. طبعا الاستراتيجية زي ما عرفناها في محاضرة التخطيط هي خطط طويلة الأجل أو رؤية عامة للشركة بتحدد المسار على المدى الطويل. طيب الاستراتيجيات يجب أن يتم تشخيصها تشخيص جيد لتحديد هل فعلا توجد حوجة للتغيير أم لا. أيضا عندك عملية الاستراكشر أو الهيكل التنظيمي. الهيكل التنظيمي زي ما درسنا في المحاضرات السابقة مهم جدا، ومهمته هو توزيع المهام والمسؤوليات وتحديد نطاق الإشراف والسيطرة، وأيضا يعني تسلسل عملية الأوامر سواء من أعلى إلى أسفل، بتأتي شكل أوامر من أسفل إلى أعلى، يكون في اقتراحات أو شكاوي. يجب أن تتم هنا يعني تشخيص جيد جدا أو تشخيص دقيق لما هل في حوجة إلى تغيير الهيكل التنظيمي أم لا. عرفنا أنواع الهياكل التنظيمية سواء كان جغرافي أو وظيفي أو ماتريكس أو غيره. طيب ايضا عندنا الاوبريشن، العمليات نفسها. شركه مثلا صناعيه بتنتج منتجات محدده، عندها اكيد عمليات صناعيه لانتاج المنتج المعني. يعني لازم انا اشخص هل بيحتاج هذه العمليات الى تغيير ام لا.
ايضا عمليه الكلتشر او الثقافه، او الثقافه التنظيميه تسمى اورجنايزيشنال كلتشر، بتختلف من شركه لاخرى. زي ما ذكرت لك يعني الثقافه التنظيميه هي سلوك الموظفين داخل العمل، بتحصلهم بتشابهوا في هذا السلوك. طيب عندنا مانجمنت بيهيفير اند مايندنس، السلوكيات والعقليات الاداريه نفسها الموجوده داخل الشركه، مهم جدا لانه احنا قلنا من اهم اسباب التغيير هي النيو ليدرشيب. طيب النيو ليدرشيب هم مين؟ هم الاداره. طيب سلوكيات وعقليات الاداره التي تدير الشركه حاليا، هل فعلا ترقى الى المستوى المطلوب لنجاح الشركه وصمودها في وجه المنافسه، ام انها تحتاج الى تغيير؟ ايضا employee behaviors and mindset. طيب السلوكيات وعقليات الموظفين، ايضا هذه السلوكيات والعقليات انا لازم ادرسها بصوره جيده من حيث الكوميونيكيشن، التواصل نفسه، الريوردز ميكانيزم اند مودز اوف انتراكشنز. الثلاثه اشياء يجب ان ادرسها من خلال سلوكيات وعقليات العمال او الموظفين، هي عمليه التواصل الكوميونيكيشن. كل ما كان التواصل فعال كل ما كان الشركه بتصل الى اهدافها بكفاءه وبفعاليه. ايضا اليه المكافاه نفسها بالنسبه لحول الموظفين، هل بتعتمد على الراتب، بتعتمد على الانجاز او الاداره بالاهداف او غيرها او خليط، لازم تتم مراجعتها ومتابعتها بصوره دقيقه لانها مهمه جدا في عمليه التغيير او في تشخيص التغيير. ايضا طرق التفاعل المودز اوف انتراكشن، طرق التفاعل داخل الشركه او داخل مع الموظفين فيما بينهم، مهم جدا ان انا اشخصها بصوره سليمه. عندنا الكومبوننت اناليسيس تولز تو اسيس ذا تشينج نيديد ان ايتش بارت اوف اورجنايزيشنز. في ادوات تحليل يعني لمكونات تقييم التغيير المطلوبه في كل جزء من اجزاء المنظمه. هذه التولز او الادوات بتساعد الاداريين على تحديد التغييرات المطلوبه بصوره دقيقه. على سبيل المثال فور اكزامبل يعني الفورس فيلد او الاستراتيجيه نفسها، الانفايرمنت البيئه، ان كلتشر الويب او الكلتشر بصوره عامه يعني بتساعدك، او واحده تعتبر من الادوات المهمه. اسايسنج ريدنس تو تشينج يعني بعد كده بقيم الاستعداد لعمليه التغيير نفسها. طيب الخطوه اللي بعدها بمشي ل يعني امبلمنتنج تشينج او تنفيذ التغيير. طيب امبلمنتيشن ميثود از امبورتنت، طريقه تنفيذ التغيير مهمه جدا. تمام، a good idea for change may be badly management and fail. فكرة التغيير الجيدة قد تتم إدارتها بشكل سيء وتفشل. إذا أنا عندي فكرة للتغيير مناسبة، أنا شخصت التغيير، عرفت عندي حوجة للتغيير في مجالات محددة، سواء كان في العمليات أو تغيير انتقالي أو في الثقافة أو تغيير تحولي أو غيره، خلاص حددت مجال التغيير. لكن عندما تأتي عملية تطبيق التغيير في حد ذاتها ممكن تفشل. ليش؟ لأنه التطبيق في حد ذاته تحدي. طيب how much do we involve people؟ ما مدى إشراك الناس في عملية التغيير؟ When things will be done؟ متى ستتم هذه الأمور؟ طيب عندنا two main approaches، عندنا نهجان رئيسيان لعملية التغيير، عندنا organization development ودي، وعندنا change management او اداره التغيير. organization and development طبعا هو بيكون يعني تقديري في العاده appreciative، اما اداره التغيير يعني هو عباره عن contingency approaches او نهج بالنسبه للطوارئ او نهج طوارئ. طيب نشوف linking vision and change، الربط بين الرؤية والتغيير. الرؤية تكلمنا عنها في محاضرة البلانينج. عندنا فيها مفهومين مهمين جدا، هي الـ content of meaningful visions، محتوى الرؤية أو يعني المغزى من محتوى رؤية الشركة نفسها.
ايضا نمبر 2 بروسيس باي ويتش فيجن ار ايمرجد، العمليه التي تظهر من خلالها الرؤيه نفسها. عندك الفيجن وعندك الميجن، المهمه والرؤيه تكلمنا عنهم في محاضره التخطيط، ما ابغى ارجع ثاني عشان ما نضيع زمن فيهم. عموما لازم اعرف انا ما هو محتوى الرؤيه نفسه للشركه. انا ابغى اربط عمل عمليه لينك بين الفيجن وكين، او بين الرؤيه والتغيير. لازم اعرف محتوى الرؤيه، رؤيه الشركه، ايضا العمليات التي تظهر من خلالها الرؤيه. هنا بتظهر لنا ثلاثه معضلات اساسيه او ثري دلما. Does vision drive change or emerge during change؟ هل الرؤيه تقود الى التغيير ام تظهر اثناء التغيير؟ رؤيه الشركه هل فعلا عندها القدره على التغيير او تقود في النهايه الى عمليه التغيير او قابله للتغيير والتطور، ام تظهر هذه الرؤية أثناء التغيير فقط؟ نمبر 2 visions help or hinder change، الرؤية هل تساعد أم تعيق التغيير؟ هذه الرؤية هل تساعد أم تعيق عملية التغيير نفسه؟ ودي تعتبر معضلة أو دلماس. طيب vision belong to organizational or to leaders، الرؤية هل هي يعني من 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 وحي المنظمة نفسها أم القادة؟ يعني هل الرؤية هذه تنتمي إلى الشركة أم تنتمي إلى أفكار القادة نفسهم؟ لأنه مرات في رؤية بتعبر عن الشركة، وفي رؤية بتعبر عن قائد واحد فقط أو عن مدير أو عن مالك. هذه الثلاثة أشياء مهمة جدا في عملية ربط الرؤية بالتغيير، ومهمة جدا. يعني تغيير، التغيير لازم يكون مرتبط بأن الرؤية تكون قابلة للتغيير وقابلة للتطور وتكون مواكبة لما سوف يحدث في سوق العمل والمنافسة. طيب strategies and skills for communicating change، استراتيجيات ومهارات التواصل مع التغيير. اولا استراتيجيز فور كوميونيكيتنج تشينج، استراتيجيات التواصل اثناء عمل التغيير. وات هاو اند تو هوم، يعني ماذا وكيف ولمن، لازم تكون هذه الاجابات واضحه لهذه الاسئله. موديلنج ذا كوميونيكيشن بروسيسز، نمذجه عمليات الاتصال. ايضا يعني هاو ماتش كوميونيكيشن، يعني ما المقدره او ما هي الحاجه أو ما هي كمية الاتصالات، الحوجة إلى هذه الاتصالات. Selling vs buying، طيب أيضا البيع مقابل عملية الشراء، هذه مهمة أيضا. أيضا الميديا، الوسائط، ما هي الوسائط بالنسبة لعملية الاتصال نفسها. بالتالي انت عندما تصمم استراتيجيات التواصل في عمليه التغيير لازم تجاوب على هذه الاسئله قدامك. What, how and to whom، modeling the communication processes، how much communication، selling يعني vs buying and media. طيب نمبر 2 هي السكيلز فور enacting those strategies، المهارات اللازمة لتفعيل تلك الاستراتيجيات. عندنا يعني في يعني upward common language، upward طبعا في حاجة تصاعدية، downward هي مهارات الاستماع أو للأسفل listening skills، with outside word crop and يعني أو يعني reputations، سمعة الشركة، وهذه مهمة جدا. طيب مهارة التواصل هذه مهمة في عملية التغيير أو واحدة من الاستراتيجيات يعني التغيير. طيب الأبورت الكومون لانجويج يعني التصاعدي، اللغة المشتركة، ده معروف يعني بالهيكل التنظيمي، يعني احنا قلنا من أعلى إلى أسفل بتأتي أوامر، ومن أسفل داونورد لازم تكون في مهارات الاستماع listening skills. اوكي في الخارج، خارج with the outside world، في العالم الخارجي للشركة لازم نهتم بثقافة
او سمعه الشركه نفسها الريبيتيشن. طيب نشوف الريزيستانس تو تشينج، واحد من مخرجات التعلم هي مقاومه التغيير. Why do people resistant to change؟ لماذا يعني يقاوم الناس التغيير؟ تغيير عنده يعني مقاومة، يعني ما تفتكر انك تبغى تغير في الشركة على طول بتحصل الاستجابة، لا، هيكون في مقاومة لانه في ناس ما يبغوا هذا التغيير، ونشوف ما هي الاسباب. طيب experiences with the past change، يعني في تجارب مع التغيير في الماضي، في ناس عندهم تجارب سيئة بالتالي ما يحب يدخل في نفس التجربة بالنسبة للتغيير، أو يكون ارتبطت معه بتجربة سلبية. Discomfort with uncertainty، الانزعاج من عدم اليقين، يعني في ناس بينزعجوا من عدم يعني التأكد من النتائج النهائية، بالتالي بيحصل مقاومة بالنسبة للأشخاص. طيب الريزيستنت تو تشينج عندنا فيها نوعين، نمبر 1 هي why do people resist to change and managing resistance، يعني لماذا يقاوم الناس التغيير، ويعني الإدارة نفسها ممكن تقاوم التغيير. طيب نحن الآن بنتكلم عن مقاومة الناس للتغيير أو الأفراد للتغيير. طيب عرفنا النوع الأول من الأسباب هي التجارب مع التغيير في الماضي والانزعاج من عدم اليقين. طيب lack of convictions that change is needed، عدم الاقتناع بضرورة التغيير، في ناس يعني ما مقتنعين تماما بعملية التغيير وبيشوفوا انها ما عندها لازمة او يعني ما بتحقق النتائج المرجوة. طيب perceived negative effect on interest، التأثير السلبي المتصور عن المصلحة في عملية التغيير نفسه، يعني في جانب سلبي، يعني في تصور سلبي انه التغيير هذا اذا حصل ما حيكون فيه فائدة او ما في اهتمام يعني مجدي بهذا بعملية التغيير. طيب ايضا عدم الوضوح فيما يتعلق بما هو متوقع، lack of clarity as to what is expected، يعني مرات ايضا التغيير الناس بتقاوم لانه بيشوف انه يعني ما في شيء واضح، ما يقدر يتوقع يكون في نجاح معين هذا العامل او الموظف او الشخص، بالتالي بتحصل عمليه المقاومه. ايضا بليف ذات ذا تايمينج از رونج، يعني الاعتقاد بان التوقيت خاطئ لعمليه التغيير، ده واحد من الاشياء التي ممكن تقود الى مقاومه التغيير عند الناس. طيب managing resistance او اداره الـ يعني مقاومه او اداره التغيير نفسها. طيب عندنا the resistance cycles و the power of resistance، يعني هي دوره المقاومه نفسها، مقاومه التغيير وقوه مقاومه التغيير. طيب كل المنظمات بتسعى الى ان تكون في مستوى الرياده بين المنظمات الاخرى، وإلا أنها ممكن تبقى في الدرك الأسفل دائما من يعني المنافسة، بالتالي يعني تحتاج هذه الشركات مهما كان نوعها أو حجمها أو الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها إلى التغيير بين الحين والآخر للتوافق مع الأوضاع الجديدة، لأنها تعمل في عصر متغير يعني يسمى عصر السرعة، والحركة لا تهدأ ولا تتوقف، فالاستقرار في بيئة الأعمال هو نسبي، يعني هو عملية نسبية، يعني ممكن نستقر سنتين ثلاث سنوات لكن بعدها التغيير لازم يكون هو سمة الحياة أو حتمي على الشركات. بالتالي الشركات يجب أن تتغير في العمل، لازم تغير يعني في مهمة الشركة نفسها وتغير في الاستراتيجيات في النظم التشغيلية، يعني بما في ذلك طبعا تغييرات في المسؤوليات والربط بين المسؤولين والموظفين بصورة سليمة، وأيضا في تغييرات ممكن تحصل في التكنولوجيا زي ما ذكرنا، والتغييرات المهمة أنا شايف هي التغيير في المواقف والسلوكيات للأفراد. طيب
طيب مواصلة لعملية التغيير أو مغامرة التغيير why people resist change. عندنا مخطط هنا اسمه الإكس شارت أو مخطط إكس هو للعالم روسل بيرج. عندنا فيه يعني مخطط معين وضعه هذا العالم هو تعتبر نظرية. الاتيتيود طبعا هي الاتجاهات والسلوكيات تمام. يعني عندنا هنا التغيير change. عندنا الريسبونس الاستجابه والسوشيال سيتويشن الحاله الاجتماعيه والبيرسونال هيستوري او التاريخ الشخصي. طبعا هذا النموذج يعد ايضا من النماذج المهمه جدا التي يجب على الشركه الاخذ في الاعتبار في تصميم عمليه التغيير, لانه في بعض الاشخاص يعني بيقعوا في دائره هذه المشاكل, الخوف من التغيير نفسه والاستجابة تكون ضعيفة. أيضا الحالة الاجتماعية بتأثر على سلوكيات الفرد أو الاتيتيود. عندنا تاريخ الشخص نفسه يعني البيرسونال هيستوري طبعا ممكن يرتبط بتجربة سلبية لعملية التغيير وغيرها. طبعا الأساليب أو الأسباب كثيرة جدا وراء مغامرة الأشخاص للتغيير, طبعا منها الخوف من المجهول أو المفاجآت وعدم الثقة مثلا, أيضا انعدام الأمان الوظيفي وده بيدخل لك في السوشيال سيتويشنز وسوء التوقيت واستعداد الفرد أيضا أو الريسبونس أو الاستجابة الاستعداد الفرد لعملية التغيير, لأنه بيختلف رد الفعل شخص تجاه التغيير من شخص لآخر. في ناس بتستمتع بالتغيير لأنه يوفر لهم فرصة التعلم أشياء جديدة وبيمنحوا فرصة للنمو على المستوى الشخصي والمهني. وعلى الجانب الآخر طبعا في ناس وفي أشخاص يكرهون التغيير لأنهم يفضلوا أن يكون هناك روتين محدد يعيشون ويبغوه, وعادة ما يكون أولئك الناس أكثر مقاومة لعملية التغيير. طيب نشوف التكنيكس for reducing resistance, تقنيات لتقليل المقاومة. عندنا الادوكيشن اند كوميونيكيشن التعليم والتواصل, والتعليم والتواصل مهمين جدا هي عملية تقليل او واحد من التقنيات التي تعمل على مقاومة التغيير تمام او تقليل المقاومة. كل ما كان الموظفين في حالة تدريب وتطوير مستمر كل ما قلت مقاومتهم لعملية التغيير. أيضا عندنا النيجيتيشن أو التفاوض, والتفاوض يعني مهم جدا في عملية التغيير. ممكن أنا أفاوض مع العمال وأقنعهم إنه هذا التغيير في مصلحتهم ولا يؤثر عليهم سلبيا لا ماديا أو من ناحية الأمان الوظيفي أو غيره. أيضا عملية التلاعب والاستقطاب او الاستلطاف المانبيليشن اند كوبيتيشنز, يعني عمليه التلاعب هنا هي تشمل لك الاقناع, طبعا اقناع الموظفين بضروره التغيير. ايضا البارتيسيبيشنز هي عمليه المشاركه, يعني تخلي الموظفين نفسهم يشاركوا في عمليه التغيير او تخطيط لعمليه التغيير, لانه هو بيحس بعد كده هو انه جزء من هذه العملية. أيضا facilitations and support التسهيل والدعم, عملية التسهيل والدعم يعني هي واحدة من التقنيات المهمة لعملية يعني تقليل مقاومة التغيير. وآخر حاجة هي عملية الإكراه corrections أو الإكراه, يعني التغيير يكون بالقوة, يعني يفرض التغيير فرض على هؤلاء الموظفين في يعني تطبيق عملية التغيير وإلا أنه ينبذ خارج المنظومة الإدارية. طيب نشوف المانجرز رول إن أورجانيزيشنال تشينج, دور المدراء أو دور المدير في التغيير التنظيمي. Within an organization every employee has different role in assisting with change. داخل الشركة كل موظف لديه دور مختلف في المساعدة على التغيير. While many
staff members may complete heavily details work seniors level executive with longer return might have different goals even within management leaders and managers perform different tasks. طيب في حين انه العديد من الموظفين قد يكون يعني عنده عمل منفصل بشكل كبير جدا قطعا خصوصا بالنسبه للمدراء التنفيذيون رفيعي المستوى او الذين يشغلون مناصب اعلى داخل الشركه هؤلاء القاده يؤدون ادوار مهمه جدا في عمليه التغيير و to achieve this managers must have a widely array of skills such as لتحقيق ذلك يجب ان يتمتع المديرين بمجموعه واسعه من المهارات مثل يعني القدرة على التواصل the ability to communicate clearly and effectively القدرة على التواصل بوضوح وفعالية لازم يكون المدير عنده القدرة على التواصل بشكل واضح وفعال طبعا هنا بيشمل لك الاستماع الفعال this includes يعني actively listening to their teams and colleagues يعني هذا يشمل الاستماع الفعال للفريق ولزملائه في العمل ايضا highly developed level of emotional intelligence يعني مستوى متطور للغايه من الذكاء العاطفي strong organizational skills مهارات تنظيميه قويه an eye for detail يعني عين تكون فاحصه او يعني على التفاصيل تمام problem solving and decision making skills مهارات حل المشكلات واتخاذ القرارات delegating هو عمليه التفويض طيب نشوف يعني افضل 12 ممارسه في اداره التغيير change management processes can be very complex change in the workplace can cause high levels of stress among employees يمكن ان تكون عمليات اداره التغيير معقده للغايه بالإضافة إلى ذلك فإن التغيير في مكان العمل يمكن أن يسبب مستويات عالية جدا من التوتر بين الموظفين طيب نشوف يعني ما هي الأفضل ممارسات في عملية التغيير في بعض القواعد There are some rules and the best practice every organization should follow هناك بعض القواعد وفي أفضل ممارسات يجب على كل منظمة اتباعها هذه الممارسات بتقلل من مقاومة التغيير وبتساعد على تطبيق عملية التغيير بصورة سليمة. Number one هي عملية define clear goals يعني تحديد الأهداف بصورة واضحة وأهدافك تكون واضحة ويعني مفهومة وتكلمنا عن الأهداف أيضا في محاضرة التخطيط. Be honest and transparent يعني كن صادقا وشفاف. لازم المدراء يكونوا صادقين مع العاملين وتكون في شفافية أثناء العمل. Train and reassure your teams يعني تدريب وطمأنة الفريق العمل. فريق العمل هنا ما معناها 4 أو 5 عمال في تيم معين. لا مقصود به هو كل العاملين داخل الشركة. Encourage conversations and communicating regularly تشجيع المحادثات والتواصل بانتظام لازم يكون في محادثات وفي تواصل وده هنا بيجيك دور القائد نفسه او عملية اتخاذ القرار نفسه هل هي مركزية ام غير مركزية ايضا listening to your employee لازم تستمع للموظفين انت كمدير لانه دائما قلنا الموظفين من اسفل الى اعلى بتاتي شكل يعني مقترحات او شكاوي لازم تكون انت مستمع جيد لهؤلاء الموظفين bring your good leaders لازم تحضر افضل قادتك افضل قائد او القائد الجيدون لديك يكونوا دائما في المقدمه choose the right communication tool اختر اداه الاتصال المناسبه لانه عمليه الاتصال مهمه جدا نحن تحدثنا عن الاتصالات التنظيميه في المحاضره السابقه Empower your employee عمل عملية التمكين يعني مكن موظفينك من أداء الأعمال وطورهم وأضف لهم مهام ومسؤوليات جديدة هذا يعمل على
يعني أفضل يعني ممارسة لعملية تطبيق التغيير. Encourage knowledge sharing، شجع عملية تبادل المعرفة. إذا المدير شجع عملية تبادل المعرفة بيكون في يعني تغيير بيكون بيتم بسهولة جدا، يكون الناس عندنا القابلية للتغيير. أيضا document and make information easily accessible، توثيق المعلومات وتسهيل الوصول إليها. لازم يكون في توثيق مهم جدا للمعلومات. توثيق معناها كل شيء موجود على الورقة ومكتوب على الحاسب الآلي، وأيضا نعمل عملية الوصول لهذه الوثائق تكون بسهولة. هذا يعزز ويعطي دافع لعملية التغيير والتطور. Recognize and reward، الاعتراف والمكافأة. الاعتراف مقصود به هنا عملية يعني الدعم المعنوي للموظفين، وأيضا الريورد المكافأة سواء كانت مكافأة مادية أو مكافأة معنوية. أيضا لازم تعمل عملية التغيير تكون هي سوشيال، make it social، تكون اجتماعية، باعتبار أن الشركة هي نشاط أو الإدارة هي نشاط اجتماعي، والشركة فيها عدد من الموظفين. هؤلاء الموظفين يجب أن يعملوا مع بعضهم البعض بصورة اجتماعية. طيب هذه هي 12 ممارسة مهمة يعني بتجعل عملية التغيير عملية بسيطة وسهلة. طيب نشوف source of change، مصادر التغيير. عندنا نوعين من المصادر، في مصادر داخلية وفي مصادر خارجية، الاكسترنال هي الخارجية والانترنال هي الداخلية. نشوف أولا المصادر الخارجية. طيب المصادر الخارجية يعني changing nature of markets، يعني الطبيعة المتغيرة للأسواق. زي ما شايفين في عالم اليوم يعني ظاهرة العولمة أو globalization عملت الأسواق في حالة تغير مستمر، وعملية النقل التجاري أو النقل الدولي للسلع والبضائع سواء بالبواخر أو أو عن طريق الشحن الجوي أو غيرها خلت الأسواق متغيرة، وخلت أيضا يعني المستهلك نفسه ذوقه متقلب ومتغير، لأنه شايف العالم كله قدامه في جوال أو في التلفزيون أو في حاسوب، بالتالي في تغيير في الأسواق. تمام، الآن معظم الشركات عملت شيفتينج للتجارة الإلكترونية وغيرها. أيضا من يعني مصادر التغيير هو الإيكونوميك، الاقتصاد نفسه. الاقتصاد مهم جدا في عملية التغيير، يعني في دول كبيرة الآن اقتصادها نما على طول، الشركات بتعمل عمليات تغيير جذرية في عملياتها وثقافاتها التشغيلية، وبيحصل التغيير في هذه الحالة. أيضا في عملية الفاينانس أو التمويل، التمويل مهم جدا لعملية التغيير، بالتالي يعني كل ما الشركة حصلت تمويل سواء من أرباح المحتجزة أو من مؤسسة التمويل، كل ما يكون في تغيير وفي تطوير وفي زيادة في أفرع الشركة وعملياتها. عندنا التغييرات الجغرافية، أيضا الجيوغرافيك، تغيير في الجغرافيا مهم جدا. الجغرافيا يعني مثلا الشركة عندها فروع متعددة في مناطق في نفس البلد في مناطق مختلفة سواء في الشرق والغرب أو الجنوب والشمال أو خارج البلد نفسه، يعني الشركة بقت تصدر. اوكي، ايضا السوشيال المجتمع او الاجتماعيات ايضا مهمة جدا في عملية التغيير، وتعتبر مصدر من مصادر التغيير. ايضا الليجل القوانين، في دول تتابع الشركات متابعة لصيقة ولازم الشركات تتأقلم حسب هذه القوانين واللوائح الجديدة التي تنتهيها بعض الدول. البوليتيكال، السياسة، السياسة مؤثرة تأثير كبير جدا وتعتبر مصدر مهم من مصادر التغيير. زي ما ذكرنا قبل شوية يعني إذا مسكت أي دولة مثلا حكومة جديدة عندها سياسات جديدة بتعمل، ممكن تكون في مقاطعات في مشاكل مع دول ثانية. هذه الأمور السياسية يعني تؤثر تأثير كبير جدا على عمل الشركات مما يحدوها إلى عمليات التغيير. التكنولوجيكال او التكنولوجيا او المصادر التكنولوجيه مهمه، ودي طبعا تعتبر انا شايفها الاولى من اهم يعني مصادر التغيير
الخارجية هي عملية التكنولوجيا، ظهور تكنولوجيا جديدة في السوق، منافسك استحوذ عليها على طول، طلع منتجات يعني جودتها وأسعارها أحسن من منتجك، على طول المستهلك هيمشي لهذا الوافد الجديد وانت هتكون خارج العمل. طيب الانتريال او العوامل الداخلية يعني كمصدر للتغيير، عندنا اكسلريتنج تكنولوجيا وتسريع التكنولوجيا والاي كوميرس التجارة الالكترونية، النيو سيستم ام بروديوسرز نظم واجراءات جديدة، نيو بزنس كلتشر او ثقافة الاعمال الجديدة ممكن يحصل فيها تغيير. هذه طبعا هي أمثلة فقط للمصادر الداخلية والخارجية. التسارع التكنولوجي مهم جدا في عملية التغيير أو يكون مصدر من مصادر التغيير. أيضا التجارة الإلكترونية الإي كوميرس أثرت تأثير كبير جدا على عمل الشركات، يعني هي فيها فوائد وفيها أيضا سلبيات، لكن فوائدها أكثر باعتبار أنها يعني لازم تتأقلم مع عملية التجارة العالمية، لأنه كل الناس والشركات الآن بقت تعرض منتجاتها على الإنترنت وظهرت أسواق كبيرة جدا زي إي بي وأمازون وعلي بابا وغيرها من الأسواق الإلكترونية، مما حدا بالشركات دخول هذه الأسواق الإلكترونية. النيو سيستم آن وبروديوسرز أو نظم وإجراءات جديدة داخل الشركة بتعمل عملية التغيير والتغيير في ثقافة الشركة أو البزنس طلشة أيضا مهم. طيب الجزء الثاني من المحاضرة والأخير نتحدث عن المانجينج تشينج آند إمبيتيشن، إدارة التغيير والابتكار. إمبيتيشن آند تشينج هما يعني متلازمين مع بعضهم البعض، باعتبار أن التغيير هو عملية ابتكارية في حد ذاتها، لازم الشركات تكون عندها القدرة على الابتكار في نفس الوقت لمواجهة عمليات التغيير التي ممكن تطرأ على سوق الأعمال. طيب عندنا categories of change، يعني كتمهيد لازم نعرف فئات التغيير نفسها. نحن قلنا في تغييرات في people، الأشخاص نفسهم أو structure أو الهيكل أو التكنولوجيا. أوكي، ثلاثة أنواع من أنواع التغيير. أتكلمنا عن التغيير في الأشخاص وممكن قلنا يكون عندهم مقاومة لهذا التغيير، فبالتالي الشركات بتعمل استراتيجياتها أو يعني فئاتها في التغيير على حسب الثلاثة نماذج هذه، يا إما في الأشخاص نفسهم. هنا طبعا مقصود إيش يعني؟ مش تغيير الشخص نفسه، لا، تعمل على تدريبه وتطويره. أوكي، أما الاستراكشر هي الهيكل التنظيمي، هيكل التنظيم للشركة أو البنيات التنظيمية داخل الشركة، بما في ذلك يعني الفاسيليتيز كلها الموجودة داخل الشركة والموارد المادية، والبيبل هي الموارد البشرية. طيب التكنولوجي أو التكنولوجيا هي طبعا المعدات أو الآلات التي تستخدمها الشركة لأداء أعمالها، ممكن تكون برمجيات تمام، وممكن تكون آلات أو معدات بسيطة. الشركة طبعا ممكن تكون مصنع، ممكن تكون مشغل، ممكن تكون يعني هي يعني شركة حاسوب مثلا وغيرها. كل هذه هي فئات لعملية التغيير. طيب الأجنتس أوف تشينج يعني وكلاء التغيير، عندنا المديرين نفسهم، يعني أنت إذا تبغى تعمل تغيير في الشركة ممكن تختار طاقم عمل من المخصصين، يعني ستاف specialists or outside consultants or managers. عندك ثلاثة أنواع من يعني وكلاء التغيير أو ممكن تستخدمه الشركة لإجراء عملية التغيير. ممكن الشركة يعني تستعين بالمدراء نفسهم، المدير أو المدراء الموجودين داخل الشركة سواء كان في الإدارة العليا أو الإدارة الوسطى، ممكن يعملوا عملية التغيير أو يعني outside من الخارج تجيب استشاريين. الconsultants هي هم استشاريين في شركات متخصصة في عمل عمليات التغيير أو إجراء عمليات جراحية للشركة عن طريق الهياكل التنظيمية والتكنولوجيا أو الأشخاص، يعني حسب ما ذكر في
فئات التغيير الثلاثة هنا. طيب ممكن نستعين بخبراء خارجيون، هؤلاء يشخصوا الشركة تشخيص دقيق جدا زي ما ذكرنا في تشخيص التغيير في أول المحاضرة، إنه ممكن يشمل الأشخاص، ممكن يشمل التكنولوجيا أو الثقافة التنظيمية وغيرها أو العاملين نفسهم. طيب عندنا يعني أيضا من الوكلاء بالنسبة للتغيير هو الستاف سبيشاليستس، يعني من نفس الستاف طبعا هم طاقم العمل او العمال الموجودين. في ناس متخصصين في عمليه التغيير، ممكن الشركه تستعين بهؤلاء الاشخاص في عمليه التغيير. طيب هذا بالنسبه للايجنتس اوف تشينج. نشوف التكنيكس فور مانجينج تشينج، تقنيات لاداره التغيير. طبعا احنا عندنا ثلاثه زي ما ذكرنا قبل، ثلاثة أو سيري كاتيجوريز، عندنا البيبول والتكنولوجي والاستراكشر. بالنسبة للبيبول يعني أنا ممكن أغير الاتجاهات، الاتيتيودز التوقعات والبيهيفيرز، الاكسبكتيشنز اند بيهيفير، ثري يعني ستيبس أو ثلاثة أشياء مهمة إذا أنا بغير في السلوكيات أو عمل تغيير على العاملين الامبلوي أو البيبول داخل الشركة. لازم اغير الاتجاهات اولا، الاتيتيودز والتوقعات ايضا، والبيهيفير وسلوك. البيهيفير طبعا هو المقصود به السلوك التنظيمي وليس تغيير سلوكك بالكامل، لانه تغيير السلوك صعب. طيب التكنولوجي، في مجال التكنولوجيا هي البروسيس، العمليات نفسها او الطرق او المعدات، الميثودز اور اكويبمنت. ميثود هي طرق العمل، والبروسيس هي العمليه نفسها، والاكويبمنت هي المعدات. المعدات طبعا تشمل لك الالات الثقيله والخفيفه. طيب اما التغيير في الاستراكشر او في الهيكل بيشمل لك الاوثوريتي او السلطه والكوردينيشن او التنسيق والسنتراليزيشن والمركزيه. والثلاثه نقاط هذه نحن طبعا اتكلمنا عنها وشرحناها في محاضرة الاورجنايزيشن استراكشر او الهيكل التنظيمي. السلطة طبعا قلنا هي الحق الممنوح للافراد لاداءه الاعمال، والاشراف. الكوردينيشن تكلمنا عنه في عملية السبان اوف كنترول او نطاق الاشراف. والسنتراليزيشن المركزية، المركزية واللا مركزية. قلنا المركزية هي تمركز السلطة في يد واحدة، واللا مركزية هي انه كل مدير يتخذ قرارات فيما يراه صحيح. طيب organization and development techniques، تقنيات التطوير التنظيمي. عندنا عدد من التقنيات في التطوير التنظيمي، عندنا الانتر جروب ديفلوبمنت والبروسيس كونسوليشنز السيرفي فيدباك اند تيم بيلدينج. نمبر 1 هي الانتر جروب ديفلوبمنت او التطوير بين المجموعات نفسها، باعتبار انه الشركة ممكن تكون شغالة في شكل جروبات. هذه الجروبات ممكن انا اطور فيما بينها، وعملية تنافس وغيرها. ايضا التشاور الكونسوليتيشنز هي عملية يعني تشاورية، وطبعا هنا بيظهر لك نمط القائد نفسه. يعني هنا لازم يظهر القائد الديمقراطي، ديموكراتيك ليدرز او ليز فير يعني دعه يعمل، وغيرها من انماط القياده بعيدا عن القائد الاوتوكراتيك او التسلطي او الدكتاتور، لانه هذا لا يشاور. طيب المشاورات مهمه جدا، عمليه المشاوره في العمل بتطور لك بتطور العمل التنظيمي داخل الشركه، باعتبار انه الافكار عندما تتلاقح بتعطي نتائج جيدة أفضل من الانفراد برأي واحد. عندك السيرفي فيدباك. السيرفي طبعا يعني هو عبارة عن الاستبيانات. أيضا التيم بيلدينج، بناء الفريق. طيب نشوف what is stress، ما هو الضغط النفسي أو الضغط في مجال العمل. أوكي يعني الضغط بيأثر تأثير كبير جدا في عملية التغيير. عندنا في الكونسترانسيس اند ديماندز انسيرتينيتي اند امبورتنس، في قيود وفي حافز، ايضا في الريب او عدم اليقين، وفي الاهمية. كل هذه تؤثر في عملية الضغط او الاسترس. اوكي
طيب نشوف organizational stress factors، العوامل التوتر التنظيمي يعني في العمل، بتحصل في اشياء بتضغط على الموظفين في العمل التنظيمي، منها التاسك ديماند المتطلبات المهمه نفسها، والرول ديماند يعني الدور المطلوب من الموظف يقوم به، لانه مرات في اعمال يعني معقده بتسبب لك انت ضغط تنظيمي، ايضا الدور المتوقع منك، ايضا الانتربيرسونال ديماندز المطالب الشخصيه، انت نفسك يعني عندك طموحات معينه تبغى تحققها، ايضا عندك الابعاد الهيكليه ستراكشر دايمنشنز، ستراكشرال دايمنشنز، الابعاد الهيكليه بتشكل لك ايضا ضغط كبير جدا في مجال العمل التنظيمي، عندك الليدرشيبس التكنيكس او التقنيات القياده، التقنيات التي يستخدمها القائد في العمل ايضا بتسبب ضغط كبير جدا على الموظفين داخل العمل التنظيمي او الهيكل التنظيمي. هذه العوامل بتسبب ضغط العمل. طبعا احنا هنا ما فصلناها لان تكلمنا عنها بصوره عامه باعتبار انه كل شركه عندها طبيعه معينه من الاعمال، التاسك ديماند والدور المطلوب من كل موظف في اداء وظيفه معينه بيختلف من شركه لاخرى، وايضا الانتربيرسونال ديماندز بتختلف او المطالب الشخصيه لكل موظف بتختلف من الاخر، بتشكل عليه عمليه ضغط هذه المطالب. ايضا الابعاد الهيكليه للهيكل التنظيمي نفسه او موقع الموظف في الهيكل التنظيمي يشكل عمليه ضغط تنظيمي داخل العمل، ايضا اسلوب القياده بيختلف قلنا من شركه لاخرى حسب طبيعه القائد، هل هو ديكتاتور او ديمقراطي او ابوي او غيره، او سلوك القائد بصوره عامه يؤثر تاثير كبير جدا في الضغط. هذه عوامل تنظيميه بالنسبه للاستريس. نشوف البيرسونال ستريس فاكتورز او العوامل الضغط الشخصيه، مثلا عندنا العائله نفسها او الفاميلي بتشكل يعني عوامل شخصيه في عمليه الضغط العمل، عندنا البيرسوناليتي الشخصيه يعني كل شخص بيختلف من الثاني في اعتقاداته مواقفه اتجاهاته تربيته والدين وغيرها، كلها تشكل عوامل ضغط كبيره جدا، عوامل شخصيه للضغط. ايضا الايكونومكس العوامل الاقتصاديه ايضا تؤثر تاثير كبير جدا. طيب الاستريس نفسه عندنا 3 جنرال سيمشنز، يعني عندنا 3 اعراض عامه بالنسبه للضغط، فيها اسباب فسيولوجيه فيزيولوجيكال وفي يعني في نفسيه Okay. وعندنا سلوكية behavioral، 3 أنواع أساسية فسيولوجية ونفسية وسلوكية. الفسيولوجية طبعا بيكون تركيب النفس التركيب المادي للشخص نفسه، والنفسية التركيب النفسي أو العوامل النفسية أو الأعراض النفسية، وعندك السلوكية behavioral. behavioral طبعا ممكن تتغير هذه العوامل النفسيه. طيب هذا بالنسبه للضغط. طيب نشوف الاستريس مانجمنت، كيف ندير هذا الضغط او اداره الضغوطات او الاجهاد. طيب اولا السلكشن اند بليسمنت، الاختيار والتنسيب والازاحه، تمام، الاختيار الصحيح مهم جدا في عمليه اداره الاجهاد او الضغط. طبعا السلكشن تكلمنا عنه في محاضرة الهيومن ريسورس مانجمنت بصورة كبيرة وبصورة مستفاضة. ايضا عملية الجوب دي ديزاين او اعادة تصميم الوظيفة، في وظائف طبعا حسب الجوب ديسكريبشن بتاعها تتطلب اعمال كثيرة جدا وخطوات كثيرة جدا، هذه الخطوات تعمل عملية ضغط على الموظف، بالتالي لازم يكون في تغيير في هذه الوظائف وإعادة تصميمها وإعادة يعني تحديد خطواتها بما يتناسب مع يعني تقليل الضغط إلى الحد الأدنى.
ايضا المشاركه البارتيسيبيشن عمليه المشاركه مهمه جدا لتقليل ضغط العاملين او ضغط العمل. كل ما شاركت العاملين في العمل الاداري كل ما قل الضغط وحسوا باهميته. ايضا الويلنس بروجرام يعني برامج التعافي، لازم يكون في برامج مصاحبه العمليه الاداريه تعمل على تعافي الموظفين من ضغط العمل، مثلا برامج ترفيهيه، رحلات، يعني انديه صحيه، اكل صحي، يعني برامج ترفيهيه وغيرها تشمل العوائل او بدون عوائل، او يعني اي نوع من انواع البرامج التي تقلل ضغط العمل. ايضا الامبلوي اسيستنس، مساعده الموظف نفسه في العمل، يعني المساعده هنا بتكون عن طريق الدعم المعنوي او الاستشاري او يعني التحفيز او عمليه الموتيفيشن. هذه الاشياء بتقلل على عمليه ضغط العمل. وفي طبعا ممارسات ثانيه كثيره جدا ما حبينا نذكرها حتى ما نكثر المعلومات على الطلاب، وهذا على سبيل المثال فقط. طيب الخطوه اللي بعدها نشوف what is creativity and what is invitation، ما هو الابداع وما هو الابتكار. تمام، في فرق بين الابداع وبين الابتكار. طيب الكرياتيفيتي combining new idea in unique way or associating idea in unusual way. الابداع هو الجمع بين الافكار الجديده بطرق فريده او ربط الافكار بطرق غير عاديه، هذا يسمى ابداع. طيب اما الابتكار الانفيتيشن turning creative idea into useful product service or method of operation. اما الابتكار هو تحويل الافكار الابداعيه الى منتجات او خدمات او اساليب تشغيل مفيده. اذا هما يعني متلازمين، مفهومين متلازمين مع بعضهم البعض، عمليه الابتكار الابداع والابتكار. اذا الابداع ياتي في الاول وهو يعني عباره عن ايجاد افكار جديده او طرق فريده او تربط افكار مع بعضها البعض بطرق غير عاديه، هذا هو الابداع. اما الابتكار هو تحويل الافكار الابداعيه تمت في الاول الى منتجات فريده او خدمات او اساليب تشغيل مفيده. وطبعا هذا الكلام له علاقه كبيره جدا بعمليه اداره التغيير. اذا الاهم يعني في هذا المفهومين انه متلازمين مع بعضهم البعض، بتاتي عمليه الابتكار اولا، الابداع اولا، ثم بعدها بتاتي عمليه الابتكار. لانه نحن هنا يعني في هذا الجزء من المحاضره حتكلمنا عن الانفيتيشن اند تشينج، اوكي، الابتكار. وصلنا لمرحله الابتكار هنا، ملازمه، تلازم كبير جدا لعمليه التغيير. طيب في مصادر بالنسبه للابتكار او سورس اوف انفيتيشن، عندنا الاستراكشرال فاريبل، المتغيرات الهيكليه. الاستراكشرال فاريبل في متغيرات في الهيكل التنظيمي بتعمل عمليه، يعني هي تعتبر مصدر من مصادر الابتكار داخل الشركات. ايضا عندك الثقافه التنظيميه نفسها او الاورجنايزيشنال كلتشر. الثقافه التنظيميه ممكن من خلال هذه الثقافه التنظيميه تنشا او تكون في مصادر لابتكار وابداع طرق جديده لاداء الاعمال، وبالتالي يحصل عمليه التغيير من داخل الشركه. طبعا هذا بيشمل لك ايش؟ يشمل لك الانتريال سورسز. ايضا عندك الهيومن ريسورسز او الموارد البشريه داخل الشركه، ممكن على ضوها تستطيع تحصل مصدر ملهم جدا لاداء الاعمال بطرق فعاله وكفؤه تساعد على عمليه التغيير. اذا نخلص انه الابتكار والتغيير هي مفهومين متلازمين مع بعضهم البعض، يقود في النهايه الى اداء الاعمال بصوره سليمه وتحقيق الاهداف النهائيه للشركه. كده نكون خلصنا المحاضره العاشره، تحدثنا فيها عن اداره التغيير، وقلنا اداره التغيير من المفاهيم الحديثه المهمه جدا
التي تتبناها الشركات حتى تستطيع أن تصمد في عالم الأعمال، لأنه في تغييرات كثيرة جدا سواء داخلية أو خارجية، وتغييرات سياسية واقتصادية وتغييرات في المنافسة والتكنولوجيا تجبر الشركات على عملية التغيير. بصورة عامة تحدثنا عن يعني تعريف التغيير، عرفنا definition of managing change، وما عرفنا أيضا ما هي الأسباب التي تؤدي إلى عملية التغيير التنظيمي داخل الشركات، وما تكلمنا عن مقاومة التغيير resistance of change، قلنا في مقاومة من الأشخاص وفي مقاومة من التنظيم نفسه. عندنا عرفنا أيضا ما هو دور المدير في عملية التغيير التنظيمي، what types of change، أنواع التغيير داخل الشركة سواء كان في الاستراكشر أو في people أو التكنولوجيا أو غيرها. والجزء الأخير من المحاضرة تحدثنا عن managing change and invitation، إدارة التغيير والابتكار والإبداع. طيب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نلتقي بإذن الله في فرصة سعيدة.